قد يفوتنا أحيانا أن نشكر الجميع، ولكن في هنا مدرسة اسمها مدرسة الخان الأحمر، فيها 17 مديرة ومعلمة، ما غبنش ولا يوم، وهو حتى الأبواب مسكرة والجنود مطوقين الخان، ظلنا مداوم في المدرسة يقدمن رسالتهن، وأهم شيء يعيش الإنسان هو أن يقدم رسالته بمهنية وإخلاص ووفاء، وإذا كان هذا تضاف إلها معاناة وانتماء للوطن فهي رسالة عظيمة. نوجه الشكر والتحية لمديرة ومعلمات مدرسة الخان الأحمر الذين رفضنا الضغوط ورفضنا سهولة التدريس وأصرين أن يدرسن في مناطق صعبة، وعلى فكرة كانش على إضافية، يعني بيجين زيهم زي غير زي اللي بيروح على عنات أو على حزمة، بيجين هنا بالمعاناة وبداومن في الأيام الصعبة وبداومن في الصيف في حر الصيف، لهن كل التحية والتقدير شكرا لكم جميعا. شوي صوت. يعني نهاية نحن نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأخوات والإخوة المشاركين معنا اليوم في الخان الأحمر، كذلك نود أن نبعث تحية إلى نسائنا المرابطات في قطاع غزة واللواتي الآن يقمن بفعالية مشابهة بالتزامن مع الضفة الغربية، وأيضا في الشتات هناك فعاليات بهذه المناسبة، لنرسل رسالة نحن النساء الفلسطينيات أن فلسطين موحدة، فلسطين واحدة، فلسطين لن تكون إلا بوصلة واحدة ضد الاحتلال ومن أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كل عام والمرأة الفلسطينية بخير، وبالتأكيد سنلتقي في مناسبات ونشاطات أخرى.